مشاهدينا مع آخر تطورات الطقس مع مراقب التنبؤات الجوية في مركز الكويت للتحكم والأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. أستاذ عبد العزيز، يا ريت لو تطلعنا على أحوال الطقس لليوم وما هي التنبؤات الجوية لهذا الأسبوع بشكل عام، تفضل. صبحكم الله بالخير، صبح لك بالخير زميلتنا مها وكذلك زميلنا نجيب، وصبح السادة مشاهدين بالخير. طبعا الان يعني احنا لاحظنا في الطقس بشكل عام ارتفاع في درجات الحراره، خاصه خلال اليومين الماضيين سجلنا تقريبا وصلت درجه الحراره 50 درجه مئويه في المناطق الغربيه، المناطق الشماليه الغربيه من دوله الكويت. امس تراوحت درجات الحراره ما بين 46 الى 48 درجه مئويه، كذلك متوقع خلال الاسبوع هذا راح نلاحظ ايضا ارتفاع في درجات الحراره تدريجي، يعني خلينا نقول نقدر نقول ندشينا الاجواء الصيفيه وبدات الاجواء الصيفيه تاثر علينا، خاصه ان خلينا نتكلم من يعني الاسبوع الماضي وما قبل ذلك كانت الاجواء معتدله خاصه بالليل. درجات الحراره بالنهار كانت في بدايه الارتفاع، بالليل كانت الاجواء لطيفه نوعا ما خاصه في بعض المناطق الصحراويه. دائما في مثل هذه الفتره بحسب مناخ الكويت تبدا بعض الكتل الهوائيه والانظمه الجويه الصيفيه تاثر على المنطقه بشكل عام. تقدم المنخفض الهندي الموسمي، تراجع بعض الكتل الهوائيه اللي تكون معتدله في درجات حرارتها وكذلك سرعه الرياح. في هذه الفتره احنا الان في موسم أو فترة الكنة اللي دائما تكون ما بين فترة في نهاية فترة خلينا نقول السرايات وقبل البوارح، احنا راح نلاحظ ابتداء من الأسبوع القادم راح تستمر ويانا الرياح الشمالية الغربية مع تقدم المنخفض الهندي الموسمي وكذلك انحساره من جهة شمال غرب من بعض المرتفعات والكتل الهوائية اللي دائما تكون متمركزة في شرق القارة الأوروبية، مما يؤدي إلى استمرارية في الرياح الشمالية الغربية وكذلك دائما تكون في اعتدال إلى نشاط على فترات في فترات الظهر ومنتصف النهار راح تؤدي إلى إثارة الأتربة خاصة على بعض المناطق. نعم طبعا سجلنا احنا ولاحظنا في تفضل. نعم امس وقبل امس لاحظنا نشاط في الرياح الشماليه الغربيه، خاصه وصلت تقريبا في المناطق الغربيه 50 و55 كيلومتر في الساعه وتدنت معاها مدى الرؤيه الافقيه. بشكل عام خلال هذا الاسبوع ان شاء الله الى نهايه الاسبوع راح نلاحظ كذلك ارتفاع في درجات الحراره واستمرار في الرياح الشماليه الغربيه. احنا نقدر نبين ونوضح اكثر حركه امتداد المنخفض الهندي الموسمي على خرائط السطحيه، الخرائط الجويه السطحيه. نلاحظ في هذه الخطوط اللي هي خطوط الضغط الجوي امتداد المنخفض الى تقريبا منتصف العراق ونزوله الى دوله الكويت والمناطق الشماليه الشرقيه من شبه الجزيره العربيه، يؤدي الى استمرار الرياح الشماليه الغربيه وكذلك تقاطع خطوط الضغط الجوي مع درجات الحراره، يعطي فرص الى اثاره الاتربه، واذا زاد هذا الانحدار الضغط وقوه امتداد هذا المنخفض يزيد من نشاط الرياح الشمالية الغربية. احنا متوقعين راح تستمر ويانا خلال هذا الأسبوع الرياح الشمالية الغربية، راح تكون يعني معتدلة أو خفيفة لو معتدلة، وراح يكون هناك نشاط في بعض الفترات خاصة فترات منتصف النهار إلى نهاية عطلة هذا الأسبوع. إلى نهاية عطلة هذا الأسبوع راح ترتفع أيضا كذلك درجات الحرارة قد تصل إلى 49 درجة مئوية. نعم طبعا فعلا دخلنا شهر 6 وشهر 6 ندري ان تبدي هذه الظواهر وارتفاع في درجات الحراره. شكرا لك عبد العزيز القراوي لتوضيح حاله الطقس اليوم وحتى هذا الاسبوع، شكرا جزيلا لك.